خمس أيام سنقضيها سوية في معسكر. هذا المعسكر الهدف الأساسي منه هو الوصول إلى التناغم مع الذات. الفكرة فكرة إنه لسنا هنا لنبيع أفكار وأوهام التحكم في الذات والسيطرة أبداً. القضية قضية العكس تماماً، قضية التقبل. نحن مشكلتنا الآن أصبح الكل ينادي بتقوية الذات ومحاولة السيطرة على كل شيء، وللأسف الشديد نحن نمشي في هذه الدنيا بالأقدار، أقدار الله التي يجب أن نؤمن بها، الله الذي خلق هذه الطبيعة الجميلة ووضع فيها هذا التنوع اللي من خلال المعسكر حنشوفه بأم أعيننا، التنوع في الطبيعة، التنوع في الحيوانات اللي عايشة في هذه الطبيعة، التنوع حتى في الطقس، التنوع في الطعام، التنوع في كل شيء. لذلك في خمس أيام رح نتعلم أكثر كيف نتقبل، رح نشتغل على ثلاثة محاور رئيسية: محاضرات وكوتشينج عشان العقل والدماغ والتفكير، رح نشتغل على ألعاب وتمارين وأكتيفيتيز حتى نطور من موضوع تصالحنا مع مشاعرنا وخصوصا تلك السلبية، الحزن، الغضب، الإحباط. والنقطة الثالثة أن نتصل بالطبيعة ونتعرف أكثر على الله الذي خلقنا من خلال تدبرنا كما أمرنا الله. أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أم على قلوب أقفالها؟ فإن شاء الله لن تكون على القلوب أقفال، وسنتقبل ونعيش مع بعض تجربة جميلة جدا. خمس أيام بأربع ليالي فعلا ستكسر كل الروتين وتتصل مرة أخرى بنفسك وبخالقك حتى ترجع على حياتك الطبيعية وتتقبل كل هالمشاكل والحمول اللي على ظهرنا.